بس الدكتورة سكينة فؤاد بتقول لهم يا جماعة مستعدين نعيش جعانين من أجل استمرار الوطن. هو لا مؤاخذة الواحد لما بيكون جعان بيقعد في الوطن ولا بيدور على حتة فيها لقمة عيش؟ ولا هو اللي بيأكل الوطن؟ لا ما هي سكينة فؤاد والشباشي والجماعة دول كل ده يعني الناس دي بتقول كلام هي مش حاسة بيه، هي مش حاسة بالمواطن العادي. المواطن العادي أصلا هو اللي حاسس بكلامنا، هو اللي المفروض ان انا بقول يعني بقول اللي خرجوا في 30 يونيو. انا متفق مع حضرتك تماما، انا يعني بسمعك بقالي دقايق بسيطه بس. فيما سمعت ان انت بتتكلم ان الناس لازم تعترف، يعني دلوقتي اللي ملوش عينين، الاعمى اللي ما عندوش عينين خالص كفيف، شاف بعد الفتره دي كلها انه هذا النظام هو الذي يدمر الوطن، وان الديمقراطيه وان الثوره هي اللي ارادت ان تبني الوطن، وان هؤلاء العسكر خاونه. فهمي رسمي نظمي بكل المعاني عصابه، والعصابه دي اتضحت ملامحها دلوقتي حتى من جوه العسكر اللي يعني من بقي مع السيسي دلوقتي عباس كامل ومحمد زكي، فدول هم راس الحربه في الخيانه. يعني كان ممكن يكون موجود احمد وصفي، موجود مش عارف مين، ناس اتخدعت، موجود في القوى السياسيه اللي نزلوا في 30 يونيو ناس اتخدعت، لكن في حازم عبد العظيم اللي اعتذر اعتذار واضح ولذلك قبض عليه السيسي. انما من لا يزال يكابر زي سكينه فؤاد، سكينه فؤاد دي يعني وغيرها دول ادوات ابواق، يعني عارف تليفونات العمله للاسف الشديد. طيب خلينا احنا بنخاطبش سكينه فؤاد ولا بنخاطب الناس دي، احنا في ذكرى 30 يونيو بنخاطب الناس العاقله، الناس اللي هي عندها استعداد يكون لديها قدر من العقل. ألست الآن على يقين بأن من أراد هدم الوطن هم هؤلاء الخونة؟ ألست الآن على يقين بأن من أراد بناء هذا الوطن هم الناس المحترمة والإخوان المسلمين والرئيس مرسي وكل القوى السياسية المحترمة؟ ألم تكتشف أيها المواطن العادي من هؤلاء الذين يعني خدعوك طول هذه الفترة وباسم شعارات كبيرة وباسم كلام كبير وباسم حاجات مهمة قوي، لكن اتضح الآن من هم أبناء الوطن المخلصين للثورة ولأنفسهم. أنت لما بتشتغل علشان بلدك كلنا هنموت، لكن في ولادنا عايشين في البلد، إنما العملاء الخونة طياراتهم جاهزة، يعني الوقود شغالة، الموتور بتاع الطيارة جاهز واقفة في المطار بتحرق وقود طول الوقت، أول ما تحصل أي حاجة هيحط لنفسه هو وشنطة الفلوس في الطيارة ويهرب. لكن الوطن ده بتاع الناس البسطاء، بتاع الطبقات.